اللقاء دوما بميعاد، ويا رب دايما تكونوا بخير. خلونا نكون متفقين ان العنوان البارز اللي بيسيطر على المشهد برمته على البشرية في كل حتة اسمه كوفيد 19 أو كورونا. طيب العنوان ده بيفرض علينا كلنا إحنا المصريين وإحنا البشرية إنه نسأل نفسنا سؤال مبدئي وبديهي، هل يا ترى اللي إحنا بنعيشه دلوقتي زي اللي كنا بنعيشه قبل شهرين؟ يعني هل الحياة الآن زيها زي قبل شهرين؟ الإجابة أكاد أكون سمعاها من حضراتكم لأنها بتقولوا بشكل مباشر أكيد لأ. طيب هل هي أكيد لأ على المستوى العام ولا على المستوى الشخصي ولا على الاتنين مع بعض؟ هي أكيد على الاتنين. على المستوى العام لو قلنا في البعد السياسي، مين مننا دلوقتي بيسمع عن ملف إيران النووي؟ أو مين مثلاً بيسمع على الصراع القائم ما بين طرابلس وبنغازي؟ مين مننا فاكر ان في الحوثيين اللي دخلوا الكهف فجأة؟ و و و طيب لو قلنا على المستوى الدولي، تصدقوا ان قبل ما ندخل الهوا مع حضراتكم على طول ترامب كان بيخاطب المكسيك اللي كان بيهددها بالجدار، وكان بيتفق مع كندا على ترتيبات مشتركة؟ ياه للدرجة دي الآن اختلف عن قبل شهرين؟ أيوة على كل المستويات. أيوة طيب وعلى المستوى الاقتصادي، هل النهاردة زي قبل شهر أو شهرين؟ العنوان في الاقتصاد بيقول يلا نفسي، لأن اللحظة بتقول الكل بيقفل على نفسه وبيعيد ترتيب أولوياته علشان يقول الأهم الأهم الأهم، علشان المهم هيجي في آخر القائمة. طيب وعلى المستوى الشخصي، إيه اللي اختلف ما بين النهاردة وقبلها بشهر وشهرين؟ الاختلاف كبير قوي، لأن الاختلاف حاجات في حياتنا اختفت وحاجات كمان بنتوقع إن هي هتختلف جدا. إيه اللي اختفى؟ ده احنا كنا على المستوى الشخصي مقسومين ما بين ناس بتتكلم عن المهرجانات مع وضد، ناس بتشد وناس بترخي، ناس بتمنع وناس بتقول ما كل وقت وفيه له مهرجاناته، ناس كانت بتتكلم على الزمالك اللي ما راحش الاستاد، وناس كمان كانت بتتكلم على الحضور اللي لم يرضي كثير من المصريين على أراضي غير مصرية في مباراة ما بين قمم الرياضة في مصر الأهلي والزمالك، وكمان كان في كلام كتير جدا مش هنضيع الوقت فيه. الكلام ده دلوقتي موجود؟ له أي صدى جوايا أو جواكم أو جوا أي حد بيسمعنا على المستوى المحلي على المستوى الشخصي جوانا هنا في مصر؟ طيب وعلى المستوى الشخصي قوي، كم مننا كان بيرتب هيسافر أو هيعمل، أو حد كان بيرتب هيتجوز أو أو أو؟ في حد يقدر ياخد قرار في أي حاجة من الحاجات دي الآن؟ لا. علشان كده على المستوى الشخصي الحكاية اختلفت جدا، وعلى فكرة كمان هتختلف في اللي جاي أكتر. طيب يا ترى بقى كلنا كده في البشر، كل البشرية اللي بتستفيق على هذا الفيروس الصغير كوفيد 19 كورونا علشان ترجع تعيش زي العصور الوسطى، إما خلف الأسوار أو وراء الحدود وكله متمترس في حدوده وكله بيقطع أي تواصل حقيقي مع أي حاجة خارج هذه الحدود باستثناء الإنترنت باستثناء الفيرتشوال لايف؟ فالحياة كلها بتنكفئ على الداخل بتنكفئ على الذات. طيب يا ترى العالم هيكون شكله إيه بعد شهر من اللحظة اللي احنا فيها مع بعض؟ حد يقدر يتوقع؟ طبعا لا. أو هل ممكن نتوقع 2020 هتنتهي بأي ملامح وبأي شكل؟ محدش يقدر يتنبأ، لأن التنبؤ ده إما بمنهج علمي أو هياخدنا للمساحات اللي كل الناس بتشتغل بيها علشان تخلي مصر بس هي المحور. يعني الدنيا كلها يبقى فيها كورونا ونبقى تاني دولة على مستوى العالم والبشرية نعمل حجر،
ونشتغل بمهنية وبحرفية، وتفضل مصر هي اللي العين عليها وهي اللي الكلام عليها، نكون ولله الحمد. ويا رب احنا بندلل لشعبنا، وكون معانا اقل الاصابات، وكمان تفضل مصر عنوان، لان المنهج بالنسبة لهم وكلهم لازم مصر يتم ارباكها. مش هو ده المنهج؟ قبل ما ادخل في الحدوتة بتفاصيلها، كورونا حاجة مهمة بجد، بتفصل بين ما كان وما هو قائم الآن وما سيكون. اللي جاي مش هيكون زي اللي فات أبداً. كورونا ما ينفعش نتعامل معاها باستخفاف زي ما أهل الشر بيحاولوا يروجوا جوه مجتمعاتنا. كورونا أمر جد وخطير، والدولة المصرية اللي اشتغلت مبكراً منذ اللحظة اللي قررت فيها إنها تكون تاني حجر صحي اتشكل بعد الصين بؤرة الفيروس الأولى، بتقول لشعبها بخطوات تدريجية اللحظة مهمة، اللحظة خطيرة اللي فيها الدولة بتشيل عبء كبير، لأنها معنية بيكو ومعنية بالحفاظ على مؤسساتها وعلى كيان الدولة. ومع ذلك ما زلنا بنلاحظ ان الناس في الشوارع، البعض منهم وعلى الاقل في المراحل العمرية الشابة، واخدين الحكاية بفتحة صدر، مقبلين على الدنيا، والامر بجد مهم. علشان تقدروا تستشعروا هو ليه مهم قوي كده، عايزة اسمعكم اتنين. احد المصابين في بؤرة ووهان نفسها، وده اول عربي اصيب بالفيروس، وهو بيقول الأعراض اللي عاشها والآن تعافى. والشابة البريطانية اللي ما زالت في الحجر، وإزاي بتوصف اللحظة بتاعتها. نسمعهم ونبدأ نشوف إحنا عايزين مصر بكرة تبقى شكلها إيه، وفي اللي جاي شكله إيه، وهنقدر نشيل بلدنا ولا هنسيب اللي عايز يلعب يلعب بينا وعلينا. أصعب ما في كورونا إنه إذا أنت ما تعاملت معاه بجهل، النتيجة سلبية جدا. هذا فيروس يحتاج إلى إدارة أزمة، يحتاج إلى فهم حقيقي وواعي حول التعامل معه والحد من انتشاره، خطط سريعة. إذا لم تكن هنالك خطط حقيقية لإدارة أزمة للتعامل مع هذا الفيروس، فأنت تتحدث عن كارثة. أنا كنت العرب الوحيد اللي قدر الله أن يبتلي بهذا المرض اللي هو بفيروس كورونا، العرب الوحيد اللي أصيب فيه، والحمد لله رب العالمين تشافيت منه. تم حجري في 28 يناير كحجر احترازي، في 2 فبراير تم تأكيد الإصابة من خلال ظهور الأعراض. كانت الأعراض الرئيسية ارتفاع حاد بدرجة الحرارة، صداع بأعلى الرأس، طبعا ألم وضغط على العينين، طبعا كتلة غبارية بالأنف والتهاب بالجيوب الأنفية، جفاف حاد جدا بالفم وطبعا بالحلق، وسعال حاد وجارح للحنجرة، طبعا ألم شديد على اللي هو الأكتاف وعتق الرقبة، مع آلام حادة جدا في الرئة، وطبعا اللي هو ضربات قلب مرتفعة ومنخفضة، وطبعا آلام في العظم وإنهاك عام في الجسد. الكورونا أعراضه مفاجئة، تشعر بأن يعني مقادح، انت بتعرف يعني، ما بعرفش ده كيف بتعرفوها بالمصري، مقادح او لا، المقدح نفسه بيدخل من هان، تمام. الالم بيستمر من هذه المنطقه وصولا للجزء هذا من الراس، يعني هذا كله بكون في حاله مش صداع عادي، مكابس، تشعر بانك انت مش قادر حتى يعني عينيك تفتحهن، تمام. ضغط حاد على الجبهه بطريقة أنك أنت يعني بدك يغمى عليك، صداع حقيقي حاد جدا جدا جدا، وكأنه في تيارات كهربائية ضربت رأسك من فوق. أنا ما بعد أخذ العلاج كنت أنظر في لحيتي، الشعرة عندي، شعرة اللحية نصها أبيض ونصها أسود. نعم أنا بقول بأنه المرض قابل للتشافي وللتعافي، وانه نسبه الشفاء اكبر من نسبه الوفيات، هذا كلام حقيقي لا جدال فيه، وانه اعراضه مختلفه من شخص لشخص. نعم الاستهتار بالشيء بانه احنا نجعل من هذا الامر انه لا، الفيروس خطير.
If anyone is thinking of taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to sew that into my artery. I've got cannula. Another cannula and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know, I've lost count of the days. If anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now, you need your lungs. And please, none of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad, then you're going to end up here. Okay? Thank you for all your lovely messages. I really appreciate it. And my body is fighting this. I've not seen Richard, I've not seen the girls since Friday, and I'm just gonna fight this. اعتقد احنا تعرضنا لتجربتين، تجربة التعافي بتاعت ابو ناموس وتجربة الفتاة البريطانية اللي لسه على سرير الحجر وبتحكي تجربتها. والحكاية يا رب تصدقوها، لان المسؤولية هتكون على كل اسرة، على كل ام وكل اب. انتوا مسؤولين عن ولادكم اللي لحد دلوقتي بنلاقيهم في الشوارع في محاولة الضغط على الدولة المصرية بشكل غير مبرر وغير مفهوم. يعني الناس إما إن هي تبقى موجودة في الأماكن في الخفاء، أو إن هي تروح عند الأماكن المفتوحة بشكل ملحق علشان تقدم خدمة بسيطة داخل محطات البنزين المختلفة، ونلاقي الشباب ده يعني أهله مش سائل إن الابن ده للساعة 11 وللساعة 12 ولسه مرجعش البيت. حاجة مهمة قوي قبل ما أروح لشبكة المراسلين بتوعي لازم ناخد بالنا منها. أبو ناموس وهو بيحكي التجربة بتاعته قال إن تم حجره يوم 14 يناير، لم يتم التأكد من الإصابة إلا يوم 2 فبراير، علشان كل شوية لما بنسمع حاجة زي دي حصلت عندنا في مصر بنقول إيه ده، ما اكتشفوهاش من الأول، لا ده الكشف ما كانش دقيق. الفيروس بيكون في مرحلة كمون لفترة علشان يظهر بشكل مفاجئ ويعمل أتاك يهاجم الجسم. أرجوكم اسمعوا الحاجات كويس، لأن الأمور لا تحتمل أبدا مسألة الهزار أو إن احنا ناخدها بخفة. طيب خلوني أروح أشوف المصريين مستعدين في أماكن مختلفة ولا لأ، عن طريق مراسلينا المنتشرين في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية اللي هينضم لنا دلوقتي من شبرا مصر عوض الغنام، ومن الجيزة تحديدا منطقة هرم وفيصل محمد بهاء، ومن القليوبية شبرا الخيمة محمد الحداد. خلوني أبدأ من شبرا مصر وعوض الغنام. عوض، لو تضعني في صورة المشهد لديك، الساعة تجاوزت 7، هل بدأت تخف الحركة، قبول المواطنين على الأماكن المختلفة؟ أرصد لي المشهد لديك. أولا تحياتي لك. المشهد تغير نسبيا عن الخدمة الإخبارية السابقة. عند الساعة 7 كان الوضع مختلف للغاية، كانت هناك بعض المحلات لم تغلق بعد، لكن الآن كل المحلات استجابت للدعوة الحكومية للقرار الخاص برئيس الوزراء بالأمس. الشرطة والدولة بكل مؤسساتها سواء الحي أو غيره موجودة الآن في الشوارع. سأعطيك صورة مباشرة الآن لقوات الشرطة موجودة ومنتشرة الآن في الشارع. المرور موجود في كل النواصي وفي كل الحواري وفي كل الأحياء، حيث أنا متواجد الآن في حي شبرا.
قيادات من الشرطة الآن جاءت إلى حيث أنا متواجد الآن، التعامل لحظة بلحظة مع أي محل حتى هذه اللحظة لا يستجيب لهذه القرارات الحكومية يتم التعامل معه على الفور من الناحية القانونية، كما أكد لي مندوب ممثلي الحي والشرطة. المشهد لماذا لم يتغير من الجانب الآخر؟ ربما حيث أنا متواجد الآن هو محور مروري، على بعض خطوات هناك محطة المترو، في كل الاتجاهات هناك حركة مرورية، لكن بالنسبة للمحلات المحلات توقفت تماما، لا يوجد أي نشاط تجاري إطلاقا لمن وضعوا في اللائحة الخاصة بقرار رئيس الوزراء بالأمس. تفضلي معك. غنام، خليني أستوضح منك نقطة ذكرتها بالفعل. الجميع يلتزم بأن موعد إغلاق المحال التجارية في تمام السابعة، هذا ما شاهدته، والشرطة موجودة للتأكد من تنفيذ ذلك في المحاور الرئيسية وأيضا في الشوارع الجانبية. مظبوط، وده لي سبب منطقي. تعلمين لو بحثنا معا عن حي في مصر يمثل الطبقة الوسطى لن تجدي كما هي شبرا مصر، الوعي موجود بكثافة للغاية، ولذا كان هناك حتى جدال إيجابي ما بين الخدمتين الإخباريتين، جلست مع بعض الناس حول دور العبادة هنا، تعلمين هنا الخزندار وسانت تريز، فالناس تتكلم لماذا لا يكون هناك قرار حاسم بإيقاف الصلوات فيها على الأقل لمدة 15 يوما تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي عملت عليها الدولة خلال الأسابيع الماضية، بدءا من إيقاف حركة الطيران وتوقف الدراسة والنوادي وما إلى ذلك. وبالتالي هذا جدال إيجابي موجود وسط أهل شبرا. اليوم كانت صلاة الجمعة، كان هناك انخفاض نسبي في عدد المتواجدين في المساجد، بعد غدا الأحد لا ندري إن كانت الكنيسة سيكون هناك إقبال عليها أم لا، لكن هناك جدل حقيقي حول ما يتم عبر السوشيال ميديا ويتم نقله ما بين الناس وفي أواسط الناس. وتأكيدا لكلامك، الناس بدأت تشعر بأن هناك متغير حقيقي من خلال ما يتم رصده من عواصم في العالم. نجد إيطاليا مثلا تعيش نكبة حقيقية يصل صداها إلى الناس. عوض، أزمة الصين وعبورها لهذه الأزمة يصل إلى الناس. تفضل. عوض، أشكرك. بالفعل كما ذكرت، شبرا مصر هي نقطة أساسية في الطبقة الوسطى في مصر، هذه الطبقة التي تملك جزء أساسي من صمام أمان المجتمع، لهذا درجة الوعي ربما سمحت لك برصد ما ذكرته لنا. بشكرك عوض الغنام، وأنتقل إلى شبرا الخيمة ومحمد الحداد بينضم إلي من هناك. يعني حداد، ضعني في صورة المشهد لدي، هناك ملاحظات عديدة كانت منذ الأمس، وكان الحديث لماذا لا تتحرك الدولة بصورة أكثر جدية أو أكثر قسوة ربما للتعامل مع بعض الشباب الذين يترددون على بعض المقاهي وأحيانا على بعض الأماكن الملحقة بمحطات التزود بالبنزين. يعني ما الذي ترصده من شبرا الخيمة، وما هي أيضا بعض ما وصلك من الناس على الشارع، كيف يتحدثون في هذا الأمر؟ نعم، المشهد الآن في هذه اللحظات التي أتحدث فيها إليك يختلف تماما عن المشهد خلال الساعة السابقة. خلال الساعة السابقة منذ الساعة السابعة مساء وحتى تقريبا الساعة السابعة والنصف رصدنا عدد من المخالفات وعدم الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء في عدد من المقاهي والمطاعم المحيطة بمحطة مترو كلية الزراعة تحديدا، وأيضا كوبري أحمد عرابي وكوبري المظلات، وعلى الجانب الآخر من مكتب بريد العبور ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات. ولكن في هذه اللحظات التي أتحدث فيها إليك نلاحظ أن الالتزام بهذا القرار بدأ بالفعل، هناك إغلاق لعدد كبير من المقاهي والمطاعم خاصة في محيط إدارة مرور شبرا الخيمة، وجدنا هذه المقاهي مغلقة تماما حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك. يمكن من الملاحظ أن أتوبيسات النقل العام تمر بجواري في هذه اللحظات، وعدد الركاب فيها عدد قليل جدا استجابة لعدم وجود تجمعات. هذا المشهد في هذه اللحظات يختلف تماما عن الساعة السابقة، كنا نلاحظ وجود تجمعات في مختلف الشوارع ومختلف المناطق التي مررنا بها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
حداد، ما الذي لاحظته؟ هل يعني يرتدي الكثير من المرتدين للشارع بعض يعني ما تم الإعلان عنه من ضرورة استخدام يعني كمامات الفم للحد من مساوئ النقل عبر الهواء والتنفس، استخدام القفازات؟ ما الذي لاحظته على المواطن المصري؟ هل بدأ يستوعب أن الأمر يستحق أن يؤخذ بجدية؟ عدد قليل جدا اهتم بهذه الإجراءات الاحترازية، عدد قليل جدا لاحظناه منذ وصولنا إلى محافظة القليوبية وتحديدا شبرا الخيمة ومرورنا بجوار محطة مترو شبرا الخيمة ومحطة مترو الزراعة وعدد من الشوارع هنا في شبرا الخيمة، عدد قليل جدا هو الملتزم بهذه الإجراءات الاحترازية، ولكن هناك أعداد كبيرة نلاحظها لم تلتزم حتى هذه اللحظة بهذه الإجراءات الاحترازية. ويمكن هذا المشهد كان قويا بالفعل منذ الساعة 7 مساء ورصدناه بالصوت والصورة في المداخلة السابقة أمامي. طيب، مهم جدا أستوضح منك أمر يشغلني كثيرا، هل هناك من يردد باستخفاف ولماذا نهتم؟ كيف نتعامل؟ لماذا نتعامل بجدية مع كورونا؟ ما هي كورونا؟ تعلم أن يعني أحيانا هذه اللغة التي تبدو لغة المزاح ربما يتم استغلالها كما لاحظنا على السوشيال ميديا من قوى الشر، هل لاحظت تردد مثل هذه العبارات بين من يتجولون حولك؟ بكل تأكيد منذ أن وصلنا إلى هنا ووضعنا الكاميرا في مناطق مختلفة سمعنا هذه الألفاظ كثيرا والبعض كان يستخف بوجودنا ويستخف بهذه التغطية التي نقوم بها من الشارع المصري. عدد من غير الملتزمين بالقرار يعني حاولوا تهديدنا بالخروج من المكان، بالخروج من شبرا الخيمة أو من محافظة القليوبية لأنهم غير ملتزمين بهذا القرار، وكانوا مصرين على عدم رصد الكاميرا لهذه الخروقات التي كانت تحدث منذ ساعة تقريبا. بالفعل أماني سمعنا هذه الألفاظ وسمعنا كثيرا هذه السخرية منذ تواجدنا وحتى هذه اللحظة. طيب، مهم جدا يعني سؤال أخير، هل لمست أيضا أن هناك من يخاطب هؤلاء بطريقة ما؟ يعني لأن المنطقة اللي أنت فيها حداد دي منطقة لخدمة النقل في القليوبية، منطقة كبيرة، فهل لمست هذا الأمر يعني؟ بكل تأكيد هناك عدد من غير الملتزمين بالقرار وعدد من أصحاب المصالح كانوا حريصين على يعني تهييج هذا الموقف داخل شبرا الخيمة ومحاولة إثارة المواطنين ضدنا، ضد تواجدنا وضد وجود الكاميرا، علما بأنها قناة إكسترا نيوز، يعني الجميع هنا يعلم طبيعة هذه القناة ويعلم طبيعة عملنا ويعلم أننا نعمل لصالح الوطن، ولكن البعض حاول إثارة المواطنين ضدنا، ولكن الحمد لله يعني نجونا من ذلك. بشكرك وحافظ على سلامتك وسلامة كل مراسلينا. محمد الحداد من منطقة شبرا الخيمة، ومهم في اللحظة اللي احنا بنتجول فيها ما بين مراسليننا في يعني كل المناطق اللي نقدر نوصل لها، نروح للصعيد علشان نسمع من أحمد الأفيوني من سوهاج. يعني أحمد، مهم جدا من منطقة سوهاج، تقولي الموقف لديك، هل بدأت الحركة تخف؟ هل استوعب المواطن المصري في سوهاج يعني خطورة هذا الفيروس وأن المسألة لا تحتمل أبدا التعامل مع الأمر باستخفاف؟
نعم يعني أماني بالفعل أتواجد في محافظة سوهاج كما ذكرتي، هذه يعني أتواجد أيضا في شارع الجمهورية، هذا الشارع الأهم هنا حيث يعني يتواجد الكثير من المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم هنا في هذا الشارع، لكن يعني تخطينا الآن الساعة 8 ويعني منذ قرار غلق المحلات في الساعة 7، ولكن وجدنا يعني هذه المنطقة التزمت، لكن هناك بعض المناطق في الشوارع الجانبية ربما لم يلتزموا حتى هذه اللحظة. أيضا يعني الوضع في المدن عموما بشكل عام ربما يعني بشكل عام يعني ربما يكون هناك في التزام من قبل المحلات، لكن في القرى هنا الوضع يختلف تماما، ليس هناك التزام بالمرة من قبل أصحاب المحلات هناك. ورصدنا منذ قليل بعض الدوريات من مجلس مدينة سوهاج وبعض مراكز المدن هنا بالتنسيق مع شرطة المرافق لشن حملات على هذه المناطق التي لم تلتزم حتى هذه اللحظة. طيب يعني أحمد خليني أسألك، ما الذي استمعت إليه ومن أي مراحل عمرية؟ يعني مثلا حداد في شبرا الخيمة قال إنه في كتير من القطاعات صغيرة السن بتتكلم باستخفاف عن الفيروس، هل في سوهاج في المنطقة اللي أنت موجود فيها يعني عايزة أقيس شوية الوعي، هل المصريين واخدين المسألة بجدية أم ما زالت الأمور تؤخذ وكأن الأمر يعني مجرد دور برد؟ بالفعل كما ذكرت يعني هناك يعني فئة الشباب تحديدا هنا في محافظة سوهاج هناك استخفاف بهذا المرض وهذا الفيروس، يعني هناك وجدنا بعض التعليقات السخيفة من بعض الشباب هنا لوجودنا هنا في هذه المنطقة. يعني كما ذكر زميلي الحداد منذ قليل الوضع لم يختلف كثيرا هنا عن هناك. بشكرك شكرا جزيلا أحمد الأفيوني من سوهاج، وخلونا نشوف أن الدولة منتبهة كثيرا، فكرة التنوع ما بين الشوارع الرئيسية والأحياء الجانبية ومحاولة الرصد، المسألة دي متاخدة بالاعتبار بشكل كبير، لازم ناخد بالنا بجد. احنا سمعنا من المتعافي كم الأوجاع اللي بتصيب الإنسان اللي الله لا يقدر بيصاب بهذا الفيروس، وهو بيقول انه كم تصنيفه انه من الدرجة الثانية، يعني مش من الدرجة الأولى. أرجو من كل الأسر اللي بتتابعني، وأنا هنا خطابي يعني للنواة الصلبة لهذا الشعب، النواة الصلبة اللي قدرت توقف 30 يونيو على رجليها، واللي قدرت تقف وش كل المحاولات اللي طول الوقت بتعمل التفاف علشان تنال من استقرار هذه الدولة. اوعوا ننسى أنا أو حضراتكم إن بجد الهدف مازال قائم، وإن جزء أساسي من استراتيجية كل اللي بيريد لهذه البلد شر هو استهداف الدولة دي وتفكيكها، استغلال أي لحظة، ما عندهمش كسوف، يعني المسألة بالنسبة لهم واضحة. علشان كده من فضلكم الدولة خصصت رقم، الرقم ده هو اللي احنا ممكن أي حد يكتب عليه واتساب أو يتصل عليه علشان يعمل بلاغ عن مقهى، عن تجمع، ناس بتكسر القواعد. احنا مش عايزين نوصل للحظة اللي نرهق فيها دولتنا بالحظر الكامل، هم بيضغطوا علينا بهذا الشكل. الرقم هيتحط قدام حضراتكم على الشاشة وهتشوفوه، الرقم اللي من حق كل المواطنين انهم يتواصلوا عليه ويقولوه، الرقم ده 0-12-4-99-1 0-12-5-99-1 0-12-5-99-1. النواة الصلبة اللي قدرت تخلي الدولة المصرية تهزم في لحظة أكثر قسوة من دي، مش هنسمح لا لولادنا ينزلوا علشان يسهروا براحتهم للساعة 12 في الشوارع واحنا قاعدين متخيلين ان احنا كده قايمين بدورنا. مش هنوافق ولا هنقبل ان المشهد يتم استغلاله بالضغط على الدولة علشان تنهك بان كل المؤسسات تبقى بالشكل اللي احنا بنشوفه في دول اخرى. بصوا كويس، لان اهل الشر المتربصين بيكو منهجهم قائم، وهم مصرين ان دي ورقتهم الاخيرة يستغلوا هذه اللحظة. علشان كده من فضلكم انا عايزة اوريكم كمان ازاي المقاهي دي
ممكن يتم قفلها واولادكم يدخلوها، ولما يدخلوها ويبقوا قاعدين في جو مغلق، هل ده بيخدم على صحتهم وامانهم الشخصي، ولا انتوا بتخلفوا الولاد دي وتسيبوها وتقولوا دول رجاله ما يتخافش عليها؟ الرجاله اللي انتوا بتقولوا عليهم ما يتخافش عليهم هم اللي قدام حضراتكم في الصوره دلوقتي قاعدين وقافلين، واللي بيدخن بيدخن، واللي بيعطس في وش اللي قدامه، واللي بيتنفس في وش اللي قدامه، ويا ريت هذا الإيذاء هيكون لشخصه فقط، ده زي القنبلة الموقوتة هيرجع لك في البيت ليه ولاخواته علشان يبقى حامل للفيروس. أرجوكوا انتوا النواة الصلبة وانتوا الجيش الاول، لازم يبقى لينا دور في محاولة افاقة الجميع علشان نوصل للمعنى اللي احنا نتمنى نعدي بيه لبلدنا تماما، علشان نعدي بيها لبر الامان. طيب عايزة اقول لحضراتكم المسألة تستحق بجد، وخلوني احطها شوية قدام اهل الاختصاص. اخرج لفاصل سريع علشان ينضم ليا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية بعد الفاصل. يا رب تكونوا بخير، ويا رب الاعتماد عليكم، احنا مجربينه قبل كده وانتوا صمام امان لهذه الدوله. خلونا سريعا نروح لسياده العميد سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للتنميه والدراسات الاستراتيجيه اللي منورني. مساء الخير. اهلا بيك زماني، بتشرف بوجودي معاك. ربنا يخليك. خليني ابدا مع حضرتك اللحظه بتملي ان عندنا فيروس، صحيح هو صغير قوي بس هو خلى البشريه كلها ترجع لنقطه الصفر، الغني والفقير، امريكا وايران،
تساوت الروس نقدر نقول بهذا المعنى بشكل ما، والمواطن المصري يعني بيتعامل معاه على الأقل في القطاعات الشبابية يعني باستخفاف شوية، بنكتة شوية، بروح المرح شوية، بنلاقيهم موجودين بيحاولوا يعني يستخفوا بالقواعد اللي الدولة واخدها بشكل تدريجي وهادئ. وإحنا شفنا دول تانية ودول عربية مهمة كلها راحت لحظر التجول على طول. خلينا نتكلم في الخيارات المتاحة للدولة، لأي دولة، عشان يبقى يعني ولو حد من المستمعين له يعني بدائل أخرى يبقى يطرحها، سواء بالتواصل الاجتماعي أو يتصل أو على صفحة البرنامج. على صفحة البرنامج. أول خيار اللي هو الخيار الأجمل اللي حضرتك بتتكلمي فيه، إن الإجراءات اللي واخداها الدولة نلتزم بيها، نتجاوز الموضوع مسألة 14 يوم، نعزل الفيروس، نرجع لحياتنا الطبيعية في وقت قليل، ونقلل بقى نزيف الاقتصاد ونزيف الألم النفسي اللي الناس بتعيشه. الخيار الثاني أن الدولة تفشل في ذلك دون فرض إجراءات إضافية. في هذه الحالة يبقى الفيروس يعني بيتحرك بشكل طبيعي، وده الخيار اللي خدته بريطانيا. إن هو في 40% لن يصابوا، و 60% 95% مناعة طبيعية هتقاوم المرض أو لن يصل لهم الفيروس، 5% هتبتدي بتتكلم في نسبة 1% 2%، ال 1-2% دول مستشفياتنا مش هتكفي. يبقى هنتكلم في الخيار الايطالي، ان اللي عنده 80 سنه نشيله من التنفس الصناعي عشان نحط اللي عنده 20 سنه. في هذه الحاله هتبقى الدوله متهمه بانها لم توفر الخدمات العلاجيه لشعبها. مع ان بريطانيا وايطاليا النماذج اللي حضرتك ذكرتها لم تستطع ان تفي. لم تستطع. لكن هي دي نظريه داروين، قال لك دي نظريه داروين، ان المناعه الطبيعيه هتشتغل وهيبقى في مناعه طبيعية. بس في الاخر زي ما قال جونسون نستعد لفقد احباب. عشان تبقى واضحه، بريطانيا قالت كده بشكل واضح. فده خيار يعني ده خيار. الخيار الثاني يعني الخيار الاولاني الجميل ان احنا نلتزم ونعدي الموضوع. الخيار الثالث ان تتدخل الدوله باجراءات اكثر حده. قسوه. في الحاله دي الدوله مواجهه بخيارين، اما يتم استخدامه كعنصر اثاره ان الدوله تضيق حياتنا وان احنا مش عارفين نتحرك والكلام زي كده، او الدوله تفشل فتظهر كدوله ضعيفه. ففي الحالة دي المواطن العادي هيقول طب ما الدولة ليه ما قدرتش تحكم الشعب وتقعده في البيت؟ فدي الخيارات المتاحة. فالخيار الأولاني هو الأقل تكلفة والأكثر، اللي هي الدولة المصرية تتبناه الآن، تتبناه لكن دور الشعب. احنا دايما بنعتز بأن لدينا دولة قوية. الآن قوة الدولة في قوة التزام الشعب وليس في قوة الدولة. الدولة بتدير الأزمة باقتدار العالم كله أشاد به. لو المواطن نفسه يعني لم يتحلى بالمسؤولية، ويا أماني خليني أحكي بشكل واضح، وأنت إعلامية كبيرة وفي الشأن العام مش إعلامية يعني شاشات، هل تكون وعي جمعي مصري يواجه هذا الأمر؟ لا، من وجهة نظري لا. يعني الوعي الجمعي اللي احنا شفناه في ايطاليا ما بعد الكارثه، ان الناس قاعده في البيت وما بتعوز تهزر، بتقف في البلكونه تهزر، لكن فكره ان احنا هنقول طب هنعمل منع تحرك، هيتلموا فوق سطح، هيتلموا في جنينه جنب بيوتهم، لان ما فيش دوله في الدنيا قادره توفر اجهزه امن وجيش وانفاذ قانون قدام كل بيت. مش هينفع ده. بالاضافه خلينا نحكي، احنا محتاجين دلوقتي اجهزتنا قواتنا المسلحة الشرطة للتعاون مع الأجهزة المعنية الأخرى، وزارة الصحة طبعا، يعني الجيش عنده عربيات إسعاف ممكن تشارك تخدم في إيطاليا اللي بيشيل، عنده مستشفيات بتخدم، وجنوده وظباطه مسيطر عليها بأعلى درجات التأمين الطبي في الوحدات والمعسكرات وخلافه. يعني دي العوامل المساعدة اللي الدولة هتشغلهاش بقى، هتوقف شرايين الدولة في حال بقى في إيذاء أكتر. طيب خلينا نقولها للمصريين بواحد اتنين، النواة الصلبة اللي استدعيناها دايما، اللي كنا زمان بنقول عليها حزب الكنبة، المرأة المصرية الأم يعني عمود البيت ده، احنا محتاجين نكلمها على أولادها اللي بتفضل في الشوارع لساعات طويلة ومحدش بيقول العيال دي في الشارع ليه، المفروض الساعة 7 كله في البيت. محتاجين نأكد على يعني سبل الوقاية البسيطة اللي نقدر عليها علشان ما نروحش للعزل والحجر و و و احنا محتاجين نوجه خطابنا لهذه النواة الصلبة علشان هي اللي هتساعد الدولة المصرية، لأن هي اللي بتقدر تستنهض الحكاية.
اتفق معاكي، لان دول كمان المستهدفين من الدعايه المعاديه. الدعايه المعاديه ما بقتش بتستهدف اصحاب راي ومؤثرين ومراكز قوه، بقت بتستهدف الاغلبيه الصامته اللي هو المواطن العادي. تمام. فدول بقى اللي مستهدفين بدعايه تكسر اللي احنا بنقوله. يعني لحضرتك بتتعبي نفسك تقوليه، هو بيقعد يجمع لحضرتك بتقوليه، وفلان بيقوله وعلان بيقوله، ويجي اخر اليوم في عده منابر يحاول يكسره بفكره ايه؟ طب انت تقعد في البيت ليه؟ ما انت لو ليك نصيب تموت هتموت. ايه ده الفيروس خفيف، ما هو ده دور برد. ومعظم الناس ما بتجيش. هي الفكره في ان الناس دول، الخطاب الاعلامي اللي بيطلع مننا ده اسمه خطاب اعلامي راسي جاي من الاعلام لكل الشعب. في الخطاب الاعلامي الافقي اللي الام والاب بيقولوه لاولادهم، اللي العم والخال والجد بيقولوه، اللي يعني عناصر التاثير في المجتمع، العواقل والمشايخ وخلافه، اللي بيقولوه للناس، اللي بيقولوه رجال الدين عبر المنابر، سواء كانت منابر الكترونيه او عاديه. ده اللي احنا محتاجينه يكون مساعد لينا كاعلام راسي. يعني دلوقتي لما انا بتكلم حضرتك، في ناس سمعانا وفي ناس مش سمعانا، في ناس هتشوفنا على السوشيال ميديا وفي ناس مش هتشوفنا، لكن اللي سمع الخطاب ده، الخطاب المباشر بيبقى له تاثير مختلف. ياخد الخطاب ده، ويعني اكسترا نيوز على مدى اليوم، اطباء وخبراء وكل الدنيا يعني اللي هم بيكلموا في كل التفاصيل اللي انا اقدر اقولها كمواطن عادي، ان انت كل ما كنت بعيد عن اماكن الزحام واماكن التجمع والاحتكاكات، انت فرصه اصابتك بتوصل ربما للصفر. مفيش فيروس هيخبط البيت ويدخل لك، مفيش فيروس هيخبط عليك عربيتك الملاكي طول ما انت قاعد جوه العربيه. لما انا بتواجد في العربيه انا بتواجد للضروره، لما انا بتعامل مع الخدمات بتعامل للضروره. التحركات الغير ضروريه، التحركات العشوائيه، التحركات اللي فيها نوع من التجمعات في المشاع، بمعنى انا معرفش بقى اللي معايا في المكان ده، هل هو راجع من سفر، هل هو كان في ايطاليا، هل هو كان في الصين، لكن انا في بيتي انا اعرف. بلاش حضرتك لما احنا بنخرج بره وبنتعامل في دايره معقمه، المدينه بتكشف وفي مطهرات في كل حته والناس كلها على درجات، لما بنرجع بيوتنا لازم في اجراءات عشان احنا جايين من بره، رغم ان احنا عشان نحمي اسرتنا مش حد اخر. طيب دي نقطه شغلاني جدا، انا محتاجه يعني الاسره المصريه تعرف ان اللي جاي من بره ده هو قنبله موقوته احنا ما نعرفش، خاصه انه العلم، الاطباء يعني، وده تخصص لازم نحترمه، بيقول ان الفيروس ممكن يبقى كامن ويظهر بعد كده الاعراض بشكل مفاجئ، وبالتالي ما تفرحيش ان مثلا اللي بره ده جه وانت ما عندكش اي اعراض او ما لمحتيش اي حاجه، لانه في اللحظه دي هو حامل للفيروس لكن لسه ما عندوش اعراض. ازاي يعني نقنعهم بان ولادهم الشباب الصغير اللي واخد الحياه باستخفاف ده، ازاي نقنعهم ان الامور دي هم الشركاء فيها، لان الابن ده هيرجع مش بيأذي نفسه بس، ده هيأذيهم هم كمان. احييكي. هي الفكره لو في حد حياته مش فارقه معاه او عنده استعداد يدخل في مغامره المرض وتجاوزه، ممكن يقتل احباب ليه دون ان يدري. فالفكره ما بقتش في حياه شخصك، بقت في حياه اسرتك، في حياه ولادك، في حياه جيرانك، في حياه ناس حتى بتقدم خدمات ليك. فده اللي الناس لازم يبقى فيه احساس بالمسؤوليه، ان واحد يقول لك انا مش فارقه معايا قوي، يعني لا انت مش فارقه معاك، لكن هل تتحمل ان تكون سبب؟ ما انت ممكن يكون حامل المرض ولكن لا يعني لا يؤثر فيك، ممكن يكون في مرحله من السنيه بيكون حامل المرض ولا يؤثر في الغير زي الشباب على سبيل المثال، لكن يؤثر في الناس اللي هم فوق ال 40 سنه او اللي منعته عندها مشكله، او اللي عنده امراض مزمنه زي السكري والضغط وخلافه. فهي الفكره يعني وقايه نفسك ان تتحول لسم قاتل لغيرك وسم قاتل لنفسك. فلو كانت حياتك، واللي حياتك على فكره حياتنا دي لا نملكها، دي حياتنا ربنا اداها لنا ولازم نحافظ عليها، وهو ربنا اللي يقدر ياخدها كما يشاء دون ان نهمل. فبالتالي الحياه الغاليه علينا دي لو كنا احنا مش مهتمين بيها لابد ان نهتم بحياه الغير. الاهم من كده يعني جيلي انا يمكن يعني عاصرنا ازمات كتيره، حروب وثورات وكوليرا قبل كده وازمات كتيره، وكتير انا مع حضرتك طلعنا في ازمات ليها علاقه بالارهاب، لكن انا من وجهه نظري مش بخوف الناس،
أنا ما شفتش أزمة بهذا التعقيد على مستوى العالم. البشرية. البشرية كلها. في عنوان بارز اسمه كورونا كوفيد 19. إحنا ناس بتتكلم على حظر التجول الإجباري اللي كان بيفرض في الثورات كعنصر أمني. الثورات ممكن يكون الغرض إنك ما تتواجدش في أماكن معينة. لكن دلوقتي الفيروس ما عليهوش حظر. يعني إحنا لو إحنا الساعة 7 ما قعدناش على القهوة وقعدنا في مكان بديل، الفيروس مش هيقول دول مش في القهوه فحاسبهم، يعني هيجي لنا في المكان اللي احنا انتقلنا اليه. طيب احنا دلوقتي لما هنفرض اجراءات ان الناس ما تطلعش او حتى المحلات تقفل، طيب ما هو الناس لازم تبقى عارفه ان ده هيصعب عليهم الامور، ان هيبقى التجمع اكبر في اوقات مختلفه، يعني بدل ما عنده 12 ساعه يشتري مستلزماته هيبقى عنده 5-6 ساعات. يبقى اذا الاجراء ده هيمثل عبء علينا وفي الاخير هيمثل عنصر اثاره. طيب عنصر اثاره جماعه الشر بشكل عام كان بيشتغل في اكتر من مستوى في الدعايه، انها تعمل ادماج، انها تستقطب ناس، دلوقتي شغاله في مستويين فقط، دعايه الاثاره ودعايه الهدم. الهدم الهدم اللي هو يقول لك خلاص بقى انت حياتك بقت يعني جحيم، فانزل ما فيش اكل انزل اكسر المخازن، مفيش دواء فانزل اكسر الصيدليات، مفيش احنا مش عايزين نوصل لده. اعلام الاثاره ان هو يوصل لمرحله ان هو يوظف الازمه، لان الدعايه بتعتمد على 3 حاجات. خطاب دعائي وده موجود. اعلام دعائي والمنابر موجوده. وتوظيف الحدث، الكلام اللي بقوله ده على فكره موجود في علم الاعلام وفي علم العمليات النفسيه والحرب النفسيه. هو دلوقتي في لحظه بالفعل جايه كارثه انسانيه. هو بيوظفها في ايه؟ يبتدي يلوم على تحرك الدوله، يبتدي احنا بنكلم الناس يطلع بخطاب عاكس. طب هو الخطاب العاكس ده او المعاكس لينا، طب في واحد يقول لك انا بسمعهم بس ما بتاثرش بيهم، لا، في خطاب المفروض تسمعه على قنوات وطنيه انت ما بتسمعوش وبتروح تسمع قنوات اخرى. الاساس انك تسمع الخطاب. الخطاب مش عاجبك اللي احنا بنقوله اسمع ناس ثانيه بس في اعلام وطني. الناس التانية مش عاجبينك روح لناس تالتة. لكن دلوقتي الوقت الحقيقي ان كلنا نلتف حوالين الاعلام الوطني سواء كان خاص او رسمي. ليه؟ لان في تنبيهات لازم تعرفها، في دكاترة موثوق كلامهم بيتكلموا، في خبراء موثوق كلامهم بيتكلموا، انت بتروح تسمع. خبير يقولك الموضوع ده فيه مبالغة، ده زي الانفلونزا. نفرق ما بين حاجتين، ان الانفلونزا ممكن بتكون بتموت ناس اكتر لكن ملهاش قدرة الانتشار زي هذا الفيروس. الانفلونزا شعور بالألم، الراجل وصف آلام غير عادية. المضاعفات، على فكرة في ناس بتخرج من المرض لكن بمضاعفات، يعني بقى عايش بنص رئة، بقى عايش بكذا، بقى عنده مضاعفات في مكان آخر. فأنا أعتقد عشان الكارثة، والكارثة هي أعظم من الأزمة، لأن الأزمة ممكن بالإمكانيات العادية تواجهها لكن الكارثة بتحتاج إمكانيات إضافية. على سبيل المثال 100 مليار تم رصدها 100 مليار جنيه لمواجهه طبعا، ما ده انهاك لاقتصاد الدوله. ده انهاك. ده احنا عايزين نتجاوز بسرعه عشان نرجع لحياتنا الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها، الدوله ترجع لبرامجها الطبيعيه. ويكفي ان احنا رغم حجم الازمه والكارثه الا اننا عندنا حكومه الحقيقه استثنائيه قامت باجراءات العالم كله بيشيد بيها. كل العالم بيشيد بيها، الرئيس لا يبخل، ويكفي ان هو قال لرئيس الحكومه احنا نضحي بالخسائر الاقتصاديه في مقابل أن نتجاوز الأزمة. الدولة حريصة علينا، فيجب أن نكون حريصين على حياتنا وحريصين على بقاء الدولة، لأن الكارثة دي بقت بتهدد دول. لن نستسلم كما لم نستسلم في السابق. بشكرك شكرا جزيلا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. نورتني. ويعني بشكر حضراتكم وأرجوكم يعني النواصي الطلبة لهذه الدولة، إحنا مش هنستسلم، وأكيد هيبقى في وقت تاني نكمل مع بعض لأن الموضوع بجد يستحق إن أنتوا تبقوا حائط الصد الأول. إلى اللقاء.